87 السيد الناوي، 88 أحمد السيد، وعمر عبد الهادي 77. بالنسبة للتشكيل القطراوي، بوزو سوبوتيتش 33، 80 ديجان ريكانوفيتش 79، سعد عيد سعد 21، سند هانيا الحديدة، عمر السويدي 10، محمد حسن صالح 24. طبعا هذه تشكيلة الفريقين في هذه المباراة. انتصف توقيت عن طريق نعمان الجيلاني، التمرير إلى معتصم عبد الواحد، سيد الناوي، سيد الناوي، نعمان الجيلاني قوية جدا يغالط بها حارس المرمى بوزو سوبوتيتش ويوقع على الهدف الرابع. بعد نهاية التايم اوت تمكن الغرافة من إحراز هدفين متتاليين في حين التشنج وعدم الالتحامات القوية. نعمان الجيلاني، سيد الناوي، نعمان الجيلاني، سيد الناوي، نعمان. تبادل للتمريرات بين هذا الثنائي، تناسق، تجانس، تفاهم، وفي نهاية المطاف هدف غرفوي سادس. إذا يقلصون به الفارق إلى هدف. التمرير البعث على لاعب الدائرة الزعتير تعود من يوسف بدر. نعمان الجيلاني مباشرة في الشباك من نعمان الجيلاني، التعادل الآن يدخل على أطوار هذه المباراة. حمدون مع دخول الأخضر على أمل أن يحرك بعض الأمور محمد أمين الأخضر. بالنسبة المنسق محمد حسن صالح، الأخضر محمد حسن صالح، محاولة المراوغة تعود بخطأ لمصلحة المولون باللعب السلبي، ضرورة الإسراع لإنهاء هذه الهجمة تعود لمصلحة الغرافة بفاست بريك. يا الله، هدف محمد البوي في التنسيق، محمد الأمين الأخضر، عمر ياسين إلى السيد الناوي، مدحت عبد الهادي لعب الدائرة إلى المعتصم عبد الواحد، سيد الناوي إلى نعمان الجيلاني بمفرده حرا طليقا. يتألق نعمان الجيلاني ويتمكن من إحراز الهدف العاشر. تعود الكرة للملك القطراوي بمعتصم عبد الواحد، تلعب إلى الناوي عبد الله الكربي، عبد الله الكربي، ثواني معدودة على نهاية هذه المباراة. تنبيه باللعب السلبي، يحسمها، يحسمها نعمان الجيلاني بتسديدة جميلة ممتازة، محاولة الرد السريع ونضال القروي. إلى اللعبة كرة اليد الشاطئية، إحدى أجمل الألعاب حقيقة. الكرة من عبد الله الكربي إلى نعمان الجيلاني، الجيلاني يتمكن من فك شبرة الدفاعات القطراوية أخيرا بعد عناء مر بها زملائه. الرد من ياسين زعتير، قرار نعمان الجيلاني، عبد الهادي إلى السيد الناوي، إلى نعمان، تلعب الكرة سيد الناوي يسترجع أسبقيتهم. مد وجزر، تلعب الكرة من سيد الناوي، سيد الناوي يتمكن إذن الفود من تعديل الكفة. 15-15 مع أعلان الدقيقة 15، ويكون الفوز لمصلحة الملك القطراوي. الكرة من سيد الناوي، البحث عن لاعب الدائرة، تلعب بامتياز بكيفية جيدة. إذن يتم إنهاء هذه المحاولة وهدف تقليص الفارق لمصلحة الغرفوية 20-17 مع معطى مهم الآن. عبد الله الكربي يتقدم على المنسق، تعود من جديد إلى عمر ياسين، التصدي من الحارس يوسف.